لا تبقي فيها معصية. يا الله اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، واصلح لنا جميع الامور، واشرح لنا الصدور، فلا تخزنا يوم البعث والنشور. من عبدك ونبيك سيدنا محمد، نعوذ بك من استعاذك من عبدك.
دينك بمسك سعيده بالخير وأدين ما بالعظيم وتأمر المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.